سرقهاش ان شاء الله خير. طب ازاي بس ده ماشي بيها؟ بتقول لك ماشي بيها. طب اسالي غزل على اللي حصل بالظبط. اللي حصل احكي لي. بصي يا ماما، انا فريوز ماما قلت لها تعالي العبوا ماشي خلاص، ما متفقين ماشي. يا بنتي انا عارفه اصلا يوم الفرح ده انا بستناه من زمان، انت فاهمه كده. طيب خلاص يا غزل. وبعدين بقى ازيك يا فريوز؟ ماشي هنعمل ايه يعني؟ ايه يا فريوز؟ تعالي نلعب شويه. تبقى هنلعب ايه؟ ايه ده؟ الله، انا جاتلي فكره حلوه قوي قوي يا فريوز. ايه هي يا غزل؟ استنى ماما. يا ماما انا هاخد مفتاح العربيه يا ماما، هلعب بيه يا ماما، هقعد في العربيه يا ماما واسمع انا فريوز اغنيه. ماشي طب خلاص. طيب ماشي متفقين يا بنتي والله. خلاص ماما وافقت. يلا يا فريوز. يلا يا غالي. يلا طب خلاص ماشي والله يلا يا فريوز. يلا ثانية واحدة بس كده، رايحين فين؟ ايوه ماما اعطت لي مفتاح العربية عشان اقف في العربية واسمع اغاني. ما هي مفتاح العربية؟ في ايه؟ زكريا ماما قالت لي ما تطلعش حد بره. انت مالك انت؟ هي ما قالت لي اطلعي بره. يا بنت يا غلس اطلعي بره. عندك حق. يلا يا غلس. يلا عادي جنبي يا فريوز. ماشي. هتشغل اغنية ايه يا فريوز؟ الغزالة لا رايقة من الناس الحلوة سايقة، يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير علي، بتقرب مني حبة لا لسه شوية حبة. طب روح يا تلمع. هي العيال دي بتعمل ايه؟ لما راح اشوفهم بيعملوا ايه؟ بصي يا فريوز، انا فتحت السقف عشان يطلعوا فيه يتغدوا فيه. ماشي يا غازل. يلا بينا. يلا. تعال غدوا يلا. ماشي. مالك يا صاحبي احكي لي، سيبني في حالي يا زميلي، انا شايفك تعبان مهدوق قال يعني انت اللي صفيني. والله صفيلة تطلب عيني هديلة، تحب تشوف بدك تشوف تستدعى وقيلة، ادي شتبتك ليا وادي كلامك عليا، اسكت يا نيا ده مش هتدل عليك، اسف يا صاحبي. يا سيدي هنفتحلك العربية يا حبيبتي. لا الا انتوا بتعملوا هنا ايه؟ انا خدت المفتاح من ماما عشان اركب فيه العربية واسمع اغاني. ماما قالت لي ماشي وانت مالكيش دعوة بيا. ايوه انا فعلا ماليش دعوة، العبي براحتي. ماشي يلا يا فريوز نغني. الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة، يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير علي، ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة، طب روح يا كلمة حبة من جنبي خلاص خليك الطبلة دي. طنط 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 والنبي يا طنط بتعرفي تسوقي؟ لا يا حبيبتي ما اعرفش اسوق. ليه؟ اصل والنبي يا طنط كنت عايزاكي تنقلي لي عربيه قدام هنا. لا يا حبيبتي والله ما بعرفش اسوق. ليه يا طنط ما بتعرفيش تسوق؟ ما بعرفش. ليه ما تعلمتيش السواقه؟ بتزعقي ليه؟ طب ما بعرفش. انا مش بزعق. ليه ما تعلمتيش السواقه؟ فهميني يا حبيبتي. انا ما بعرفش اسوق اعمل لك ايه طيب؟ ما انا بقول لك ليه ما تعلمتيش السواقه؟ ما تزعقليش كده، في ايه؟ مالك؟ انا ما بعرفش اسوق، في ايه؟ ماشي يا طنط. ماشي يا حبيبتي. انزل يا خالي، عايزك في مصلحة. خالي مصلحة؟ اه.
يا بنت اسوقه في حاجه ولا ايه؟ تعرف تسوق يا خالي؟ اه طبعا اعرف اسوق، انا عارف اطير اسوقه، مش مصلحه انا معاكي في اي حاجه. طب بص يا خالي، ايه في عربيه من اللي هي نازله جديده دي؟ اه مالها؟ فيها بيتين بس صغيرين يا خالي. اه انا عايزاك بس تروح تاخد العربيه بالمفتاح وتطير. تمام معاك يلا. شو انت بتعرف تطير؟ بعرف اعمل اي حاجه. خلاص تطير بالعربيه. ما تتكلمش كتير وتعالي وريني يلا. انا مبسوطه قوي يا فريوز. وانا كمان يا غازل. احنا كل يوم يا فريوز هنقعدوا في العربيه بس نستاذن ماما الاول. ماشي ماشي. تعالي نغني يا غازل. الغزاله رايقه. شايفة عاملين ايه؟ الحمد لله. بتقول لك ماما هترجع العربيه ورا شويه، قالت لي اغسلها وظبطها. ما انا اللي ماسك المكان الجديد هنا، هغسلها لكم غسله نظيفه. اقفوا هنا استنوني بس. ماشي خد. المفتاح ده صح؟ اه هات يا حبيبتي. ماشي ماشي. تعالوا حبيبتي تعالي اتفضلي تعالي تعالي، هغسل لكم العربيه واظبطها لكم. ماشي 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 ماشي. اقفوا هنا على الرصيف اهو. ماشي ماشي يلا. فيروزة. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبة قلبي، ايه اللي موقفك بره؟ انا مش قلتلك ما تطلعيش بره الجنينة تاني يا فيروز؟ معلش يا ماما، انا كنت بلعب مع غزل. والنبي يا تتنانة خليها تلعب معايا. وانتي يا غزل ايه اللي مطلعك بره يا حبيبتي؟ مش ماما قالتلك برضه ما تطلعيش بره الجنينة؟ ايوه انا هقولك يا تتنانة، انا خدت مفتاح ماما عشان اقعد فيها، فقعدت في جوه العربية واسمع اغاني، وفتحت السقف لقيت واحد كده بيقول لي انا شغال جديد وبمسح عربيات، ولا انا همسحها هنا مشى بيها وراح هناك ومش عارفه. يعني انت اخدتي مفتاح عربيه ماما عشان تسمعي اغاني جوه العربيه؟ اه. حد قال لك انا بمسح العربيات وعمل ايه؟ اخذ العربيه ومشى؟ اه. ازاي ده؟ انا مش عارفه. طب انت شفتيه قبل كده؟ لا ما شفتوش، قال لي لسه شغال جديد. لسه شغال جديد؟ اه. سوكا بنتي. يا بنتي انا جايه لك. خلاص اقفلي بقى. سلام. يلا ماشي. سلام. فتحي العربيه. فين يا غزل؟ يا غزل غزل فتحي العربيه. فين يا غزل؟ قلت لها ما تتحركش من غير ما تقولي يا غزل. ايه يا خالتي؟ سوكا هو في حد هنا بيمسح العربيات جديد غيرك؟ هو مفيش حد يقدر يخش المنطقه غيري اصلا. متاكده يا سوكا؟ متاكده يا خالتي. اصل غزل بتقول ان في حد قال لها بيمسح العربيات واخد عربيه مامتها وماشى. ايوه انا فتحت. احي في ايه يا لهوي؟ ما لسه شايفاكي من شويه في العربيه. مين خدها منك؟ انا فتحت السقف فكان المفتاح معايا، فهو قال لي انا هغسل العربيه عشان ماما قالت لي كده. لا انا هفضل واقفه معاكوا لغايه ما اشوف مين الراجل ده. يا ريتني كنت فضلت واقفه معاكوا. والله خالتي كنت جعانه، رحت افطر ما رضيتش اقف معاهم عشان هم قالوا لي مالكيش فيه. هو انت اخدتي مفتاح العربيه دي وماما عارفه ولا لا؟ هي قالت لي اه عارفه. هيكون راح بيها فين يعني؟ يا رب سلم يا رب. مسمار، ما شفتش فيروز وغزل؟ فيروز وغزل كمان مفتاح العربيه. روح العربيه اسمها غاني. غزل قالت ماما اللي قالت كده. انا مش انت يا بارد قلت لك ما تطلعهمش بره البوابه؟ ما غزل اللي قالت. قالت لك ايه؟ انت بارد وغزل تسمعش كلامي انا ليه تسمع كلام غزل؟ كمان مفتاح العربيه قالت ماما عدتهولي اسمع غاني في العربيه. والله ما هسيبك يا مسمار. انا مالي انا كل طالع واللي نازل يزعقلي؟ انا مالي يا اما؟ انا مالي يا اما؟ باشمهندس محمد. يا سوكا العربية بتاعتهم اتسرقت يا باشمهندس. لا ان شاء الله. لا يا سوكا العربية بتاعتك انت يا ام فروز؟ لا مش بتاعتي. غزل اخدت مفتاح العربية بتاع مامتها وطلعت تسمع اغاني في العربية. جه واحد قال لها انا بمسح العربيات جديد، ركب العربية ومشى بيها كده ومش عارفين ايه اللي حصل للعربية. العربية اتسرقت. ان شاء الله. لا دي مامتها ممكن يحصل لها حاجة. طب مفيش هنا كاميرات؟ لا للأسف لسه ما ركبناش. غلطانين.
احنا لسه عندنا من كام يوم مركبين كاميرات. ده احسن حاجه امان اصلا. من اسبوع اصلا كان عندنا سرقه برضه، سرقه عربيه. انا عارفه الحرامي لما بيشوف الكاميرات بيمشي واستحاله يسرق. بيخاف اول ما يشوف الكاميرا على طول يمشي على طول بيخاف. طب احنا هنعمله ايه دلوقتي؟ والله ما هسيبك يا غزل. غزل؟ نعم يا ماما. كده يا غزل برضه تاخدي مفتاح العربيه وتطلعي من غير ما تقولي لي ينفع كده؟ انا اسفه يا ماما. صباح الخير يا مدام نادر. صباح الخير يا استاذ. كل سنه وانت طيب، ربنا يخليكي. ماما ايه؟ العربيه اتسرقت. بس يا غزل ما تقوليش كده. اتسرقت ازاي؟ مين اخدها؟ فين العربيه؟ اهدي اهدي بس، انا افهمك على كل حاجه. غزل كانت بتسمع اغاني في العربيه، جه واحد قال لها انا بمسح العربيات هنا جديد، ركب العربيه ومشى بيها كده. بس ان شاء الله ما سرقهاش، ان شاء الله خير. طب ازاي بس ده ماشي بيها؟ بتقول لك ماشي بيها. طب اسالي غزل على اللي حصل بالظبط. ايه اللي حصل؟ احكي لي. بصي يا ماما، انا وفريوز ماما قلت لها تعالي نلعبوا في عربيه مامي. وبعدين اللي حصل؟ انا فتحت يا مامي الشباك، ففي واحد كده قال لي ايه، هي ماما قالت لي انها امسح العربيه. انا ما بعتلكيش حد يا غزل، انا ما قلتش لحد امسح العربيه. بص انا إيه؟ انا سالت سوكا قالت لي ان هي اللي بتمسح مسؤوله عن الشارع ده، ما حدش بيمسح غيرها. وانت كنت فين يا سوكا؟ انا كنت باكل. اقول لك على حاجه يا طنط، انا من امبارح ما اكلتش، عارفه ليه؟ عشان جيت اتعشى اما ابويا معشيني علقه، فطبعا اكيد مش هاكل بعد ما ضربني، ما انا ما عنديش دم. انا بس طبعا اصبري بس اما اخلص لك الموضوع. فانا طبعا استنيت لي تاني يوم الصبح، نزلت هنا جيت قعدت شويه مسحت عربيتين، رحت جبت سندوتشين فول رحت واكلت. مش عايزه اسمع حاجه، بسالك عن العربيه بتشتكي لي همك اكلت ولا ما اكلتيش؟ انتوا بتهزروا العربيه يا جماعه. فجأة نعم يا مغزل اهدي بس، انت رايحه فين؟ انا رايحه ادور على العربيه اشوفها فين. ايه مش هسيبك والله ما هسيبك يا خالتي، تطلعي من ورايا وتاخدي مفتاح العربيه. ينفع كده يا ماما؟ انا قلت لك يا ماما هاخد مفتاح العربيه واركب في العربيه، انت قلتي لي ماشي. انا قلت لك ماشي، انت بتهزري؟ انا اصلا بطلعك بره البوابه لوحدك. يا جماعه انت بتزعقلها ليه؟ نعم حل كويس قوي. اتفضل تعالوا نروح الاسم نعمله محضر. بص يا مغزل، انت بتلوميها ليه وبتزعقلها ليه؟ انا بتقولي مش هي اللي غلطانه، مش هي اللي غلطانه، حضرتك اللي غلطانه. بتقول ازاي توفي تديها مفتاح عربيه وهي عيله صغيره؟ يا حبيبتي انا ما قلتلهاش خدي مفتاح العربيه. احنا مش بنطلعها عيالنا من باب الجنينه تخليها تركب عربيتك ولوحديها. يا مدام ندى بس اسمعيني الكلام الاخر، فيروز جت لها انا كنت بتكلم في التليفون، خدت التليفون وبعدت بتكلم، رجعت ما لقيتهمش ولا لقيت مفتاح العربيه. انا عينك على بنتك برضو، عينك على بنتك. يا طنط عايزه اقول لك على حاجه بس، فداكي الف عربيه. يا جماعه انتوا بتتكلموا كلام كتير يا جماعه، دلوقتي انا عايزه العربيه بتاعتي. هنروحوا معاكي نعملوا محضر في القسم ان عربيتك ونقولوا على اللي حصل كله، وبعد كده ان شاء الله هيجيبوا لك العربيه سليمه. يعني هيرجعوها لي على طول؟ ان شاء الله. احنا اساسا غلطانين ان احنا كل ده ما ركبناش كاميرات في العماره. صح صح والله. الحرامي بيشوف الكاميرات بيخاف. صح عندك حق. طب تعالي والنبي معايا بسرعه يا مدام. كلنا هنيجي معاكي. انت قدامي؟ لا مش هسيبك لما ارجع البيت. قدامي يا ماما. يا ماما اسفه. ايه على اللي انت عملتيه ده؟ كابي يا بت، كابي تعالي كابي بسرعة. يا خالي ايه اللي حصل بقى؟ احكيلي. عليه يا خالي راحوا يعملوا محضر. يعملوا محضر؟ اه واللي حصل؟ بس انا بقى يا خالي ايه، فضلت ماشيه معاهم للنهايه عشان اعرف ايه اللي هيحصل. المهم انا عاوز بقى دلوقتي اقول لك نعملوا ايه. ايه؟ ماشي. اهم حاجه مش مفيش كاميرات خالص صح؟ ولا في كاميرات ولا حاجه، دول كانوا قاعدين ندمانين ان هم مش مركبين كاميرات. مصلحه. بص يا بت سوكا، انت دلوقتي هتجيبي لي رقم اي حد من البيت. ليه؟ عربية. ليه؟ عشان اكلمهم واطلب منهم 50,000 جنيه. اخد 50,000 جنيه، 25 ليا و25 ليكي، واديهم العربية. طب ما تبيعها احسن يا خالد. ابيعها ازاي؟ انا ما اعرفش في الكلام دوت، ما اعرفش ابيعها كده احسن. انا بشوفهم في الافلام بيعملوا كده، في الافلام لما يسرقوا العربية بيتصلوا وبيطلبوا فلوس. طب يا خالي صحي معايا، اطلب 100 يا خالي، اطلب 100,000. هطلب 100، بس انا عاوز احط العربيه بعيد عننا، يعني احطها بعيد عشان محدش يمسكني ولا حاجه. سوكا انا هروح للولد اللي اسمه مسمار ده اجيب لك منه الرقم. ايوه يعرف يجيب الرقم. صح صح ماشي جدع سوك، جدع. ماشي دماغك 10 على 10 يا بت سوكا، والله دماغك عجبتني. عاوزين نخش في اي شارع نستخبوا بقى. ماشي ماشي جدع سوكا، عجبتيني يا بنت سوكا والله.
اوعي جزوره ما قلتليش بعرف اسوق ولا لا. لا شاطر يا خالد انت سواق كده. Ha 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 ha